الصراع بين العلم والدين. العلم يتحدى الدين. عندما يفكر الناس في العلاقة بين العلم والدين، عادة ما بتقفز إلى ذهنهم علاقة الصدام، الصراع، الاشتباك والقضاء اللي دارت عبر قرون طويلة حول نظرية التطور evolution. من القضية الأولى في بدايات القرن العشرين أصبحت نظرية التطور قضية عامة وشائعة في الحوار العام، خصوصا في المجتمعات الغربية. المتدينين اللي بيعتقدوا في تفسيرهم للنصوص الدينية سواء الكتاب المقدس أو القرآن بيجادلوا إن الله خلق الإنسان على صورته الحالية وكل كائن موجود كذلك. وفي الديانات الإبراهيمية الثلاثة مدة عملية الخلق دي محددة بستة أيام. الصورة دي بتتعارض بشكل مذهل مع التصور اللي بيطرحه علماء الكون كوزمولوجيست، جغرافيا جيوساينتست، والأحياء بيولوجيست، اللي بيجادلوا إن الأدلة التجريبية بتحدد إن عمر الكون تقريبا 14 مليار سنة وعمر الأرض حوالي تلت عمر الكون، والحياة على الأرض ظهرت في أكثر التقديرات تحفظا أقل بقليل من 4 مليار سنة. ده بالإضافة لأن أفضل نظرياتنا العلمية المتاحة حاليا بتقول إن تعدد صور الحياة على الأرض لم يظهر فجأة وبشكل مستقل، لكن عن طريق سلف مشترك Common Ancestor، عن طريق التنوع وقوانين الانتقاء الطبيعي Natural Selection خلال عدة آلاف من مليارات الأجيال. المؤمنين اللي بيعتقدوا في التعاليم الحرفية لكتبهم المقدسة بيواجهوا تحدي صعب، تحدي نظرية التطور بيضع أمامنا حالة بحثية نموذجية. دايماً الممكن أننا نفكر في تحدي العلم للدين. مبدئياً المؤمنين لابد أنهم يعترفوا أن كلمة التطور evolution بتستخدم بشكل عام للإشارة لمجموعة متنوعة من المواقف العلمية. الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتانجا جادل أن في المعنى الأعم لكلمة التطور في خمس أفكار مختلفة بتتضمنها الكلمة. واحد، أطروحة الأرض القديمة، وهي أن الكون والأرض عمرهم مليارات من السنين. اثنين، أطروحة التقدم، أي أن الحياة تقدمت من كائنات وحدة الخلية بسيطة لكائنات متعددة الخلية معقدة التركيب عبر الزمن. ثلاثة، أطروحة السلف المشترك The Common Ancestry، كل صور الحياة على الأرض بتتشارك في أصل واحد. أربعة، الأطروحة الداروينية، اللي بتشمل الطريقة اللي بيحدث بيها تنوع صور الحياة بأشكالها المعقدة المتعددة، واللي بتشتمل على التنوع العشوائي Random Variation، الاختيار العشوائي Random Selection، الطفرات الجينية Genetic Drift، والانسياب الجيني Gene Flow. وأخيرا خمسة، أطروحة الأصل الطبيعي للحياة، أي أن الحياة على الأرض ظهرت تماما من خلال عمليات طبيعية Naturalistic نقية بدون أي تدخل خارجي. النقد الموجه لنظرية التطور عادة ما بيصطدم مع واحدة أو أكثر من الأطروحات السابقة دي. أصحاب النقد بيجادلوا إن العلماء أساءوا فهم أو تحليل الأدلة العلمية الموجودة في الكون واللي بتستخدم لدعم نظرية التطور. لكن لحل الإشكالية أصحاب النقد لابد إنهم يعترفوا إن بنفس الطريقة اللي بيعتقدوا فيها إن العلماء قد يكونوا أساءوا تأويل الأدلة العلمية في الكون، الأمر اللي قدهم لنتيجة علمية خاطئة إن من الممكن إنهم يكونوا أساءوا تأويل الأدلة الموحى بيها في النصوص الدينية، الأمر اللي أدى بيهم لنتيجة دينية خاطئة. أي إن بنفس الطريقة اللي العلماء قد يكونوا أخطأوا بيها في فهم المعطيات العلمية، المتدينين قد يكونوا أخطأوا في فهم الأدلة الدينية، وبالتالي يصبح الصدام بين العلم والدين موازنة الأدلة Balance Evidence، الأدلة العلمية اللي بتفضل الإدعاء العلمي في مواجهة أدلة الوحي اللي بتفضل الإدعاء الديني. ومن هنا المؤمنين لابد أنهم يدركوا أن الأدلة العلمية اللي هتدفع لتفضيل الإدعاء العلمي بتقل في درجة قوتها بالنسبة للأطروحات الخمسة السابقة من الأولى إلى الأخير. يعني الأدلة العلمية على أن الأرض عمرها طويل قوية جدا، وبالتالي هيتم تفضيل الأطروحة العلمية. أما الأدلة العلمية على أن أصل الحياة طبيعي في الحقيقة قليلة جدا، وبالتالي لابد من وضعها في موازنة مع أدلة الوحي الإيماني. يعني ما هي درجة وضوح الكتاب المقدس في تعليمه أن الأرض صغيرة، أو أن القرآن في تعليمه أن الله خلق الكون لصنع الحياة؟ من المهم أننا في عملية الموازنة بين الأدلة العلمية والدينية أننا نقبل فكرتين. أولى، أن الأدلة من الجائز أنها تتغير مع الوقت. الفرضيات العلمية قد تتغير مع الوقت، وفي عدة حالات كان هناك فرضيات علمية من غير الممكن قبولها أصبحت مقبولة على نطاق واسع مع مرور الوقت. نفس الفكرة لابد من تطبيقها على الفرضيات الدينية.
على سبيل المثال قراءتنا لنصوص التكوين في الكتاب المقدس لو تم اكتشاف زي ما عدد واسع من الاكتشافات العلمية والتاريخية الحديثة أشار إن قصة الخلق التوراتية بتمثل قصة أدبية خيالية قديمة اللي كتير من القراء أخطأوا فهمها على إنها تاريخ كوني إنساني حقيقي، وبالتالي نظروا إليها على إنها سرد حقيقي لتاريخ الكون. لما بتزيد معرفتنا عن الإطار الزمني التاريخي اللغوي والحضاري للكتب المقدسة لابد أن مفهومنا للفرضيات الدينية يتطور هو كمان. الأمر الآخر الأهم أننا حتى وإن قبلنا فكرة أن الأدلة العلمية والدينية قد تتغير مع الوقت، لابد أننا نقبل أن لن يكون هناك دائما مخرج للصدام بين العلم والدين. قد تبقى بعض الحالات اللي تعاليم الوحي الديني هتتصادم فيها بشكل واضح مع نظريات علمية مؤكدة. في الحالة دي المؤمن هيكون مضطر إما أن يعترف بخطأ في تعاليم دينه كتابه المقدس أو أن العلم خاطئ بالرغم من وجود أدلة علمية قوية.